في إطار اهتمام وزارة الداخلية بإطلاع الرأي العام على تطورات الوضع الأمني وضمن الإجراءات المتخذة لحفظ الأمن والنظام العام ومكافحة الإرهاب، تم ضبط مجموعة من العناصر الإرهابية التي تعمل من خلال شبكات عنكبوتية، حيث تم القبض على 5 من العناصر الإرهابية المتورطة بارتكاب تفجير سترة الإرهابي الذي وقع بتاريخ 28 من شهر يوليو لعام 2015، وأسفر عن استشهاد 2 من رجال الأمن وإصابة 6 آخرين. جاء ذلك بعد القيام بأعمال البحث والتحري من قبل الأجهزة الأمنية المختصة والتي أسفرت عن تحديد هوية الجنى، وهم محمد إبراهيم ملا رضي ألطوق الملقب بالمنكر 24 عاما مقبوض عليه، وهو قائد ميداني لتنفيذ الأعمال الإرهابية في سترة، قام بزراعة العبوة الناسفة وتفجيرها، وكان هاربا في وقت سابق إلى إيران عن طريق البحر، وذلك من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد صدر بحقه في عدد من القضايا الإرهابية السابقة، منها قيامه بزراعة عبوة ناسفة في منطقة سترة وديان في يوليو 2013، أدى انفجارها إلى استشهاد رجل أمن، علما بأنه عاد إلى المملكة عن طريق التهريب بعد قضاء عام خارج البحرين بقصد ارتكابه أعمالا إرهابية سبق له أن تدرب عليها بمعسكر حزب الله العراقي. صلاح سعيد صالح الحمار 22 عاما مقبوض عليه ومطلوب في عدد من القضايا الإرهابية، ويعد أحد مخططي العملية، حيث كان قد تسلم عبوة ناسفة لتنفيذ عملية إرهابية، كما عمد عند القبض عليه إلى إطلاق رصاص على الشرطة بمسدس كان بحوزته. محمد رضي عبد الله حسن الملقب بالبيبي 23 عاما مقبوض عليه، وهو قائد ميداني للأعمال الإرهابية، وأشارك في التخطيط للعملية وزراعة العبوة المتفجرة، وكان هاربا ومحكوما عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، وهو مطلوب في عدد من القضايا الإرهابية. علي عبد الكريم مرزوق 23 عاما مقبوض عليه، قام بمراقبة الموقع الذي وقع فيه التفجير، محكوم عليه بالسجن ومطلوب في عدد من القضايا الإرهابية، منها إطلاق رصاص بواسطة سلاح ناري على أفراد الشرطة. حسن علي حسن الشامي 23 عاما مقبوض عليه، قام بإيواء العناصر الإرهابية المقبوض عليها مع علمه بالجريمة الإرهابية. إبراهيم جعفر المؤمن 28 عاما هارب، تولى مراقبة الموقع ومعاينته، محكوم عليه بالسجن ومطلوب في عدد من القضايا الإرهابية الأخرى. ليث خليل إبراهيم ألطوق 21 عاما هارب، تولى مراقبة الموقع، محكوم عليه بالسجن ومطلوب في عدد من القضايا الإرهابية الأخرى. وقد تبين من خلال التحريات وإفادات المقبوض عليهم أن هناك عددا آخر من المخططين الرئيسيين والممولين لهذه العملية الإرهابية مرتبطون تنظيميا وتمويليا بالحرس الثوري الإيراني، وهم مرتضى مجيد السندي 32 عاما سبق أن تم إسقاط جنسيته البحرينية، متواجد في إيران ومحكوم عليه بالمؤبد في قضيتين، ويتبع ما يسمى بتيار الوفاء، ويمثل القيادة الدينية للعديد من التنظيمات والمجموعات التي تنفذ أعمالا إرهابية في البحرين، ويتلقى تمويلا ماديا شهريا من الحرس الثوري. علي أحمد العنصرة 21 عاما هارب إلى إيران ويعمل تحت إمرة مرتضى السندي، قام بإرشاد العناصر الإرهابية إلى أماكن تواجد العبوات المتفجرة للقيام بالعمليات الإرهابية، ومنها حادث سترة الإرهابي، علما بأنه محكوم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات ومطلوب في عدد من القضايا الإرهابية. قاسم عبد الله علي 26 عاما هارب إلى إيران ويتردد على العراق، وهو المسؤول عن تدريب العناصر الإرهابية في معسكرات حزب الله العراقي، أحد المتورطين الرئيسيين بتهريب المتفجرات والأسلحة إلى مملكة البحرين، ومطلوب في عدد من القضايا الإرهابية. اشتدينا في هاي الطلعات، نطلع نواجه رجال الشرطة بالمنتوف بشكل يومي،
في سترة واليان، فصارت علينا قضايا أمنية وانطلبنا إلى العدالة، فصار تفجير في سترة الخارجية، قتل فيه رجل أمن، فانطلبت في هالقضية، فأنا خفت من الوضع فقررت أن أطلع برا البحرين. عقب يومين خلاني أضيف شخص اسمه سيد مرتضى السندي، تواصلت إياه قال لي في مجموعة من سترة بتطلع بنضمك إياهم عشان تطلع برا البحرين. طلعنا من بحر سترة، من السيف ما سترة، يمشي على الجي بي اس، بتعليم الجي بي اس بالإحداثية يعني، إلى إيران. وصلنا إلى منطقة اسمها أبو شهر، جو ثلاثة أشخاص في بيكاب أبيض، فحسين طلال عطانا تعليمات، قال هذين تابعين للحرس الثوري الإيراني، دلين تابعين للحرس الثوري الإيراني، لين عطانا بعض التعليمات في الأسئلة، قالوا بيستجوبوننا الحين، لين سألوكم تنتمون إلى أي تيار، أقول لهم أن ننتمي إلى تيار الوفاء الإسلامي، تبون تقيمون في وين، في مشهد أو طهران أو قوم، قولوا لهم نبي نقيم في قوم. فرحنا البيت وقصوا لنا، قالوا بنقص لكم تذاكر يوم ثاني إلى مدينة قم. قاسم المؤمن كلمني قال لي إن نباك تروح العراق عشان مندخلك دورة تدريب على السلاح. فأنا وافقت الرأي، قلت له مو مشكلة بروح. رتبنا الأمور يعني حق الروحة وقصينا التذاكر وتوجهنا، عطانا رقمه هذا قاسم، قال لنا لين وصلتون العراق واستقريتون يعني بعد كم يوم اتصلوا على هالرقم. قلت له ألو، احنا البحارنا، فقال أنا قاسم، فأنا اتضح يعني أنه هذا هو الشخص قاسم المؤمن نزل العراق. جلنا يوم ثاني الصبح، أخذنا وطلعنا بتكسي إلى بغداد. رحنا بغداد التقينا في شخص اسمه أبو منتظر. يوم ثاني الصبح أبو منتظر قعدنا وتحركنا من بيتهم، طلعنا من بيتهم مشينا تقريبا ساعة على شارع مبلط. بعد الساعة دخلنا طريق صحراوي، نزلنا على طريق صحراوي، مشينا في الطريق الصحراوي تقريبا ساعة وربع، وصلنا إلى معسكر مال تدريب على السلاح تابع إلى كتائب حزب الله العراقي. جلنا حج حسين جاب لنا دريس اللي هو قميص وفانيلة سودة داخلية وبنطلون، قال لنا تشيكوهم. شيكناهم، عقب ما شيكناهم قال لنا الدورة عبارة عن 15 يوم بتاخلون أول شيء نظري بعدين عملي. أول يوم من الدورة أخذنا نظري كيفية الأمنيات، يوم ثاني شرح لنا كيفية التخطيط وتخطيط وتحديد الهدف وقراءة الموقع في الجي بي اس والطرق المؤدية إلى الموقع، هاي يوم ثاني. يوم ثالث شرح جاب لنا سلاح كلاشينكوف وعلمنا، قام يراوينا شلون تبطل الكلاش وترد تركبه، وقام يكتب يعني في السبورة كيفية تبطيل الكلاش وتركيبه وشلون تحط الدخيرة في المخزن. ابتدينا من يوم رابع خلاص العملي طلعنا برا يعني مو في الكابينة، برا في الساحة داخل المعسكر، كيفية تفكيك السلاح، قمنا نفكك السلاح سلاحين اللي هو كلاشينكوف وفار 9 ملي، كيفية الرماية بثلاث أنواع يعني، وانت واقف شلون ترمي، وانت جالس شلون ترمي، وانت منبطح على الأرض شلون ترمي. أخير ثلاثة أيام قال الحين خلاص ثلاثة أيام رماية، أعلمكم ترمون.
الرماية ما علمنا داخل المعسكر، طلعنا برا المعسكر ورا المعسكر تقريبا 500 متر. كان في هناك مجسمات، مخلين مجسمات، فدربنا على الرماية بالسلاحين، الكلاشينكوف والفرد 9 ملي. علي العنصرة كلمني قال لي إن الليلة، كلمني العصر قال لي الليلة راح أسلمكم العبوة اللي هي القنبلة صنع المحلية، راح أسلمكم إياها في مقبرات واديان، استعدوا. قلت له مو مشكلة. فتواصلت أنا يا محمد رضي، قلت له محمد رضي إن الليلة، قال إيه إن عنده خبر، إن علي مخبرنا، علي العنصرة مخبرنا. قال لي الساعة كم بتجي؟ قلت له على 12 وربع بجيك الليل. فتوجهت إليه ورا بيتهم ورحنا إلى المقبرة. رحنا إلى المقبرة، مشي، أخذنا العبوة، أنا شلتها، في كانت في كارتون، يعني علي حدد لنا الموقع بالضبط. واتجهنا مباشرة إلى البيوت اللي قبال مدرسة غرناطة، عاد مو من أمام البيوت، من الخلف، من داخل. بركنا السيارة ونزلنا نتمشى من السيارة. محمد رضي صار قدامي يتمشى وأنا صرت وراه. نتمشى، أنا أتمشى بالكارتون، هو راح طال في الشارع، ما في سيائر، ما في حركة، فقال لي محمد تعال. فرحنا دايركت، توجهنا إلى زاوية مدرسة الغرناطة، حفرنا شوي عشان نثبت العبوة اللي هي القنبلة الصنع المحلية. ثبتنا العبوة، رجعنا الطابوق محله، حطينا عليها رام بحيث إنها ما تبين. الساعة 5 إلا 10، فقال لي محمد يلا نمشي نتحرك. ومحمد رضي كلم ثلاثة أشخاص اللي هو إبراهيم المؤمن وعلي عبد الكريم وليث خليل الطوخ، كلمهم قال لهم خذوا مواقعكم. دلين متفق على يوقفون في مواقع، ونزلنا عند الطوف مال المدرسة، مال المستشفى في الزاوية، بحيث ان نشوف التقاطع اللي وقع فيه التفجير. الساعة 6 تقريبا، 6 و6 دقايق الى 5 دقايق، دش الباص، خبر محمد رضي ان الباص اكو اتحرك على المستشفى. فقال لي محمد رضي يلا خلنا نستعد. استعدينا نحارس الباص، وصل الباص إلى الإشارات التقاطع، مشى تقريبا أمتار بس إلى موقع القنبلة، ضربت الرموت، فحلف الانفجار. اسمي محمد رضي عبد الله حسان، الملقب بالبي بي، عمري 23 سنة. وصلت مبلغ من تيار الوفاء مرة حق المطلوبين، كل شخص 20 دينار، ل16 شخص تقريبا، لو 15 هي نهاية 2013 2014، يعني يكون ما يوصلنا مبلغ حق المطلوبين، بس أحيانا يوصل مبلغ حق الشورى، يعني حق البترول، حق البنرات اللي تحتاج، حق السماعات، حق الأعلام اللي تحتاج، يطرشن لك مبلغ من 50 إلى 100 دينار. هاي شباب الائتلاف خلوا لنا البيزات، يعني في بريد ميت، يعني في مقبرة، وصور لنا صورة المقبر، نستلم المبلغ. لو ورا المقبرة توديون ونستلم المبلغ، شلي يتعاملون ويانا، يعني حق كبر الميت. بداية 2015 وصلني بن، قال كلمني أمير من الخارجية، قال لي بوصلك بن مال هيئة الائتلاف حق يعني المطلوبين، أي شيء يحتاجه خبرهم بيطرشوا لك مبلغ. وتواصلت وياه، وقوم يعني يجيب مبالغ لكل شخص أعزب 25 دينار، وشخص متزوج 50 دينار، على عملة سعودية، يعني الريال السعودي توصل، ويخليها لأنك في كل مرة في مكان، يعني يوم في مسجد أحمد، يوم في مدرسة المنصورية، يوم في مقبرة واديان. من قبل ثلاث أسابيع يعني اليوم فتحت الموضوع لمحمد المنكر، قلت له إنه بنستهدف البوص الكوستر يطلع يوميها، قضيت الوقت من 5:30 ل6:30 بنستهدفه، ولا بسهلها بشنو، قلت له بقنبلة أو بأي شيء يعني نقدر نوصل له. وسيدي كلمت علي أحمد العنصرة فرق يوم تقريبا، قلت له على الموضوع، قلت له محتاج عبوة حق بس هدف الكوستر اللي يخرج من مركز سترة شرطة، مركز سترة للشرطة اللي يطلع على دوار البندر، بنستهدفها في هالشارع يعني. قال لي اوكي.
خزنتها، وخلال هالايام يعني وانا اخزنها خبرت الصبيان انه يرسلون البوس. هل البوس يعني للحين على وقته لو تغير؟ خبرت ان ابراهيم الستري وليث قالوا اوكي يعني بنشوفه، وردوا علي يعني ان رصده والوقت ما تغير اي شيء، وهول هو البوس بروحه ما يجي اي دوريه ولا شيء. اليوم الاثنين يعني بالليل الساعه 10:30 يعني كنت في بيت الشامي، طلع رحت على بيت الصبيان موجودين. اليوم بكره نحتاج مراقبه حق لحظه التفجير، لحظه العمليه، واحتاج ابراهيم. قلت له احتاجك انت ابراهيم يعني تمسك من دوار البندر لغايه اشاره الغرناطه لغايه المدرسه، تمسك انت الشارع. وكلمت اللي هو علي عبد الكريم مرزوق اللي هو كريمي، قال ما عند السياره، بصير ويا ليث في السياره. وصاروا اثنين هم من خلف مركز الشرطه تستره يكشفون الشارع العام، يعني لحظه اي سياره اي دوري يتحرك يرصدونها. قالوا اوكي يعني. قلت لهم على الساعه 6 ان شاء الله بارزين الصبح. قالوا اوكي. كلمت المنكر قلت له الساعه 2، كلمت محمد ابراهيم الطق اللي هو المنكر قلت له الساعه 2 بنروح نزرعها نسحب وقت. قال اوكي يعني. الساعه 2 قدمت السياره صوب البسطه اللي هو ورا البيت، شلت العب وحطيتها في السياره. بعدين جاء محمد ابراهيم، انتقلنا الى زرنوق مقابل مدرسه الغرناطه. بركنت انا، محمد ابراهيم نزل بالعبوه بالكرتون اللي فيه العبوه، شالها من الكرتون حطاها عند الارضيه. محمد عند الارضيه ووجهها بحيث انه دا يطوف الكوستر تكون من برد الصيل يعني في الشارع العام، وحطها هو. وركبتني على الفيوز وشغل محمد السويتش، حط الفيوز شغل السويتش مال اللاسلك مال الريموت. حطيناها وانسحبني يعني على الزرنوق اللي مقابل الغرناطة. الساعة 6:05 طلعت أنا ومحمد المنكر من صوب هنا البيت، من خلف البيت، توجهنا إلى إشارة الغرناطة. رحنا توجهنا لمركز مستشفى سترة الصحي من خلف، بركنا السيارة وظلينا فيها يعني ما نزلنا لغاية البوس تحرك. عطنا إشارة إبراهيم الستري إن إبراهيم المؤمن ان البوص وصل صوب المرتفع. قلنا له اوكي سيدي. قلت له يعني كان التليفون عندي يتواصل وياي بس على الميكروفون سمع محمد. سيدي قلت له قوم ننزل سريع. نزلنا صرنا في الجدار مال المستشفى، هو صار قدام وانا وراه، فرقان تقريبا مترين. لحظة البوص طلع من الاشارة وصل صوب نقطة اللي هي مزروعة القنبلة، فجر محمد البوص يعني ضغط على الريموت فجر البوص، صوت كان قوي واجد. خبرت حسن الشام انه يجي لي ورا البيت. اسمي صلاح سعيد صالح، بديت نشاطي في 2011، كنت اشارك يعني في المسيرات اللي تطلع في 2011. الفلوس نستلمها من صوب محمد رضي، يعطينا انا وكريمي ومحمد ابراهيم وش اسمه ليث طاق، وزع على يعني على بقية الشباب. وش اسمه الفلوس كانت يعني تجي اللي انا استلمتها 30 دينار داخل ظرف، في الظرف داخل فيه ورقة مكتوب انه شو اسمه ان الفلوس من ائتلاف الشباب رابع 10 فبراير. كنا يعني استخدم الفلوس في شو اسمه اخذ ثياب واكل وانترنت حق التلفون. اخر الايام يعني كلمني علي احمد يحيى العنصر في البلاك بيري، قال لي ان شو اسمه ان في عملية ونبيك تسويها. قلت له مو مشكلة، وين هي؟ قال لي قريب دوار السوق في منطقة سترة. قلت له مو مشكلة. قال لي بس من توصل القنبلة بخبرك أنا. قلت له مو مشكلة. ممكن مهل تقريبا أسبوع. كلمني وين أنت؟ قلت له أنا في البيت. اللي قال لي قوم بسرعة حين روح مركوبان، في هناك القنبلة حاطينها في مركوبان، استلمها من هنا. رحت المكان اللي هي محطوطة يعني صوب كاترة وحطب
وشلتها، شلتها حطيتها في الصندوق. وكلمني علي أحمد يحيى العنصري في البلاك بيري عقب تسليم القنبلة، قال لي لازم إن الموقع يكون أوكي عشان شو اسمه قد ما نقدر إن يعني نقتل رجال الأمن بها. كلمني المرابطون هون في البلاك بيري أول مرة، ضافني قال لي إن أنا عندي شغلة بيخليها عندك فترة، وعقب شو اسمه عقب بقول لك وش سوي فيها. قال لي إن أنا سيدي يعني كتب لي إن أنا مصاب علي أحمد يحيى العنصري، لا تخاف وروح المقبرة، مقبرة واديون بين قبر الشهيد علي فيصل ومحمود العرادي، هناك بشوف علبة فيها فرد محطوط في العلبة، شيله وخلى عندك فترة يعني معينة، أنا برد أكلمك بقول لك شو اسمه وش تسوي فيه بالضبط. كما كشفت التحريات أن عملية استهداف حافلة الشرطة بهدف إزهاق أرواح رجال الأمن ليست جديدة، وإنما وضعت لتنفيذها في فترات سابقة سيناريوهات مختلفة تحت إشراف ومتابعة من قبل ممولي ومخططي هذه الأعمال الإرهابية المرتبطين بالحرس الثوري الإيراني، من بينها محاولات استهداف الحافلة بقنابل المولوتوف وزرع عبوة ناسفة قرب بريد سترة بالقرب من مركز الشرطة، لكن رجال الأمن تمكنوا من إحباط هذه المحاولات. وقد تبين من خلال المعاينة ورفع الأدلة والفحوصات المختبرية من قبل المختبر الجنائي ومسرح الجريمة أن المادة المستخدمة في تفجير سترة الإرهابي هي مادة C4 شديدة الانفجار، وهي نفس المادة التي تم إحباط تهريبها للبلاد من إيران بتاريخ 15 من شهر يوليو لعام 2015، وكذلك التي تم ضبطها في مستودع بقرية دار كليب في يونيو 2015. ووفق إفادات للمقبوض عليهم، تم تحديد عدد من المواقع الخاصة بتخزين العبوات المتفجرة والمواد التي تدخل في الأعمال التخريبية، حيث تم العثور على المواد التالية: عبوة ناسفة شديدة الانفجار، جهاز تحكم عن بعد يصل مداه لحوالي 200 متر، عدد 2 سلاح شوزن محلي الصنع وطلقات خاصة بهما، أدوات ومواد تستخدم في تصنيع عبوات قابلة للاشتعال والانفجار. وقد باشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وإحالة القضية إلى النيابة العامة.